ببداية كل برايم من نجوم بلا حدود وكالعادة حبس ظهور يارا، فايا يونان ووائل منصور الأنفاس، مثل إعادة التدوير موضوع التحدي يلي شكل صدمة نوعية للمشتركين ورفع مستوى المنافسة والتوقعات لأقصى حد. هالوضع انعكس على تعليقات لجنة الحكم يلي خرجت عن المعتاد وسمعناها بعدة لغات ولهجات. They grow on you. تعجبني بالذات. أنا هدا ما فهموش وائل، أنا أبغى هذه اللوحة. وعلى طريقة السينما الصامتة كمان. مناسبة عيد الأم أضافت لأجواء البرايم لمسة عاطفية. لكن يبدو أن اشتياق المشتركين لأمهاتهم أعطاهم حافز أكبر لتحقيق أهدافهم، فأعادوا تدبير طموحاتهم وخاضوا هالتحدي كمعركة لكسر الأرقام القياسية وتحقيق معدل العلامات الأعلى. نجم زاهد ودايماً أسبوع لأسبوع عم بيأكد هيدا الشيء. أنا كتير حبيت الفيديو تبع نور الدين، كتير مبدع الفكرة. شايفه سيف بس مش شايف لسه في حاجة جديدة. جنان من أكثر الناس اللي تطوروا من أول فيديو. الفيديو مهضوم وفي معلومات بتهمنا. حبيت المعلومة بس بالأخير شفنا إعادة التدوير. شو ما يعني ليه ما ضفت شيء؟ نور يعني ما حبيتش الفيديو خالص. دايما شيء حلو ومعلومات جديدة، دايما بنطر الفيديو تبع ماريلين. المحتوى بتاعه حلو، ده ممكن يكون الحمد لله أحسن فيديو شفته لك. الحمد لله. انت غير انك فنان عندك طريقه صنع الفيديو، فبرافو راشد. والنتيجه مفاجآت بلا عدد، بلشت بتميز مبهر لنور الدين امين 74. واو. انتهت باسترجاع راشد المتيعب للمرتبه الاولى بالعلامه الكامله 75. سكر السكور راشد. وانقاذ الجمهور لنور ابراهيمي بعد ما خزلته ساره يوسف بوقوعها بمنطقه الخطر للمره الثالثه. والليلة المشتركين التسعة صاروا جاهزين ليتخطوا تحدي جديد بطريق للتأثير بفضاء مواقع التواصل الاجتماعي والنجومية بلا حدود. مساء الخير. بكل برايم من نجوم بلا حدود عم ينقلنا موضوع التحدي لمحطات مختلفة ويفتح المجال للمشتركين يقدموا لنا مفاجآت مش متوقعينها. دقايق ومنستقبل أعضاء لجنة الحكم وبينطلق تحدي جديد، بتتعرفوا على تفاصيله الكاملة بمتابعة يوميات المشتركين من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية، ومن خلال صفحات تلفزيون الآن على فيسبوك تويتر وإنستغرام يلي عم يظهروا أسفل الشاشة. ولمشاهدينا أونلاين عم بتشوفونا حالياً عبر قناة الآن للبث الحي على يوتيوب. أما هلأ فصار الوقت نستقبل أعضاء لجنة الحكم وبزقفة كتير كبيرة من رحب بي يارا. فايا يونان. وائل منصور. كيف استقبل المشتركين موضوع التحدي واشتغلوا عليه ليستعدوا للمنافسة الليلة؟ منشوف هالتقرير. الأحد الماضي وخلال اليوميات فجرت سيلين المفاجأة. التحدي تبع هذا الأسبوع هو بدكم تحكوا عن الإدمان. صحيح أنه الفكرة ما كانت واردة أبداً بذهن المشتركين، لكن هالوضع ما هز عزيمتهم ودفعهم كلهم ليعتمدوا استراتيجيات جديدة ويفتشوا عن زوايا مختلفة لطرح أفكارهم، طبعاً كل واحد حسب فئته.
وبما انه المنافسه وصلت لاعلى مستوياتها وما عاد الاستسهال مسموح لاي مشترك من التسعه الباقيين، تساوت المواهب بالقدره على الابهار، وصار فرق العلامه الوحده ممكن يكون الفاصل بين الاستمرار او الوقوف بمنطقه الخطر. وعلى هالاساس استعدوا الليله لصراع بين الاقوى ولتشهدوا جوله جديده من المنافسه الاشرس بين مواهب زرعت حجر الاساس بتكوين هويتها الخاصه بمجال التاثير عبر السوشيال ميديا، وما عندها اي استعداد للمخاطره او التراجع عن الهدف وحلم الفوز بلقب النجم يلي تخطى كل الحدود. يارا، فايا ووائل، اهلا وسهلا فيكم من جديد، وبدايه مع اجمل يارا. يارا، كسفيره للصليب الاحمر، شو رسالتك اللي بتحبي توجهيها من خلال موضوع التحدي الليلي؟ انا ولا انت؟ مساء الخير. مساء النور. انا ولا انت؟ والله لازم نعمل ميتنج قبل ونشوف. صح. لا ايه فايا، ايه رايك؟ ما بعرف. شو بص الروج بص الجمال. ما انا عارفه الدهره من وبعدين معاكي بقى يا كارلا، بحب فاجئكم شو بس مواضيع التحدي بتتفاجئوا فيها. انا كمان. المشتركين بتفاجئوا بموضوع التحدي واحنا بنتفاجئ بكارلا. طبعا. تسلموا. ميرسي بوكو، كلكم اجمل من بعض وانا بحبكم كثير وانا سعيده اكثر بوجودي بالبرنامج فعلا، لانه بوجود يارا وفايا وانت وائل اكيد هيدا الشيء بضيف كثير لمسيرتي. شكرا لكم. خلص انا تركي يارا، تركي يارا عليك، انا ما بقى خلص اتخانق معك ابدا. حلو قوي، الحمد لله. يارا، نرجع للسؤال، مذكرتي بعدك كسفيره للصليب الاحمر، شو الرساله يلي بتحبي توجهيها من خلال مثلا التحدي اليوم؟ رسالتي لكل الصبايا والشباب من باب التوعيه الوقائيه، وهي دعوه للتطوع بالعمل الخيري شو ما كان نوعه، كان بالصليب الاحمر او بغيره، وهيدا الشيء اكيد رح يحميكم من الادمان مهما كان شكله. شكرا لك. صح. فايا، بتعرفي حدا عانى من اعراض نوع من انواع الادمان؟ هلا هو الادمان يعني كثير كبير كموضوع، فاكيد كلنا يعني بنعرف اشخاص ممكن نحن بمحل نكون أدمنا على شيء رجعنا طلعنا منه. هلا عم نحكي إدمان بشكل عام، مش عم نحكي بس مخدرات، فأكيد يعني بس التوعية هي أهم خطوة لحتى الواحد يعرف إنه فيه يطلع من أي نوع إدمان كان. فكنت عم أقول إنه قالوا الأقدمين كل شيء زاد عن حده قلب ضده، فعن جد الإدمان على أي شيء مش منيح. أكيد. مهم. شكرا لك. التوعية. وائل، غير علي، شي مرة كنت مدمن عشي؟ لا طبعا، يعني انت طورة اكبر اوبسيشن عندي. لا انا يعني كنت مدمن حاجات كثير قوي. الرياضة انا بعرف كنت تعمل، هلا على الاكل ما عم شوف عندك ستوريز الا انا اكستريمست. ما هو الادمان ده مش شرط زي ما قالت فايا مخدرات، لكن إدمان على حاجة بتعيقك إنك أنت تكمل يومك وتكمل بالتالي أسبوعك وبعدين شهرك بقى متقلب بسنة. أنا كنت مدمن رياضة وبعدين دخلت إكستريم مدمن أكل. مظبوط. ومدمن ما تبعته مسلسلات تلفزيون، ومدمن حاجات كتير قوي يعني. جيمز أو جيمز. دلوقتي بقى بلعب على الموبايل، حتى وأنا بطلع على الهواء في الإذاعة في مصر ممكن بكون بقول حاجة على الهواء وأنا قاعد بلعب الجيم دي، صوابعي جابت دم. الموبايل والسوشيال ميديا إدمان أصلاً صار. تفضلي يا رب. بدي أسأله شو محضرنا فيديو لليلة؟ حضرنا فيديو؟ إنه إذا كل هالإدمان هيدا كله. كل الإدمان ده لازم أعمل فيديو. أكيد. لأنه. شكرا لكم. اثنين من المشتركين مهددين يوقفوا بمنطقة الخطر في حال حصلوا على أقل تقييم ومعدل علامات من قبل لجنة الحكم، وبيصيروا حتماً بانتظار تصويت الجمهور لإنقاذ واحد منهم عبر صفحة الآن على فيسبوك. تحدي ابتدى، ومع سمر أنطون من لبنان عن فئة الويلنس منشوف أول فيديو الليلة للتوعية من مخاطر الإدمان. ترى السعادة كتيرة، بس في أشخاص بيلجأوا للإدمان على مادة تعطيهم هالشعور، مثل يلي مدمنين على السكر.
الإدمان بصير لأنه السكر مثل غيره من المواد يلي بيدمنوا عليها بيشتغل على فرز هرمون الدوبامين أو هرمون السعادة. السكر اللي عم بحكي عنه هو الموجود بالحلويات، المشروبات الغنية بالسكر والغازية والمأكولات المصنعة، بيختلف عن السكر الطبيعي الموجود بالفواكه. الشخص المدمن على السكر بيضل بحاجة لإله حتى لو مش جوعان، بخزن وين ما كان ولو ما انوجد بحس بقلق. هالنوع من الإدمان خطير لأنه السكر عكس غيره بيتوفر بسهولة وبسعر رخيص، يعني بمتناول المدمن كل الوقت. هالإدمان بيؤدي للبدانة وأمراض القلب يلي هي السبب الأول بالوفاة بالعالم، بغذي الخلايا السرطانية وبزيد من الأورام. أثبت أنه تناول مشروبات غنية بالسكر يومياً بتعلي 80% خطر الإصابة بالسكر. فخلينا نفكر بصحتنا بالأول لأنه هي اللي بتجيب لنا السعادة مش الإدمان. مساء الخير سمر. مساء الخير. جاهزة نسمع آراء لجنة الحكام؟ جاهزة. بداية مع يارا، سمعتي قبل بالإدمان على السكر؟ طبعاً، يعني قدي مهم هالفيديو يشوفه كل، يعني ما بعرف كل العالم، لأنه يعني كنا بنعرف إنه قدي السكر هو مرض، يعني عن جد مرض. أي شخص ممكن يكون مدمن على هالشي ممكن يوصله مثل ما فسرتي بالفيديو، للمرض لكتير أشياء غير صحية. فالفكرة كتير حلوة، أكيد بعمل لايك وبعمل شير وبعمل كل شيء. حبيت كتير الفيديو. شكراً يارا. فايا، شو رأيك بفيديو سمر هيك بالمجمل؟ كتير حبيت فيديو سمر، حبيت الموضوع. أول شيء انتقائك للموضوع، كيف نفستيه بالأول، كيف شفنا الأكلات عم تدخل، بعدين كيف شفنا التفاعلات الكيميائية بالدماغ بالجسم، كل شيء كان منفذ كتير حلو. يعني thumbs up وبعمل له شير أكيد. شكراً فايا. منيح لهلأ. تنشوف وائل. وائل، لاحظت تطور عن سمر الليلة؟ هي متطورة من أول ما ابتدينا البرنامج، بس التطور أكتر هو الستركتشر أو عظم الفيديو من أوله لأخره بالميوزك اللي بتحس اسمها ثريلر ميوزك، أو اسمها إيه؟ اللي هي تحس بناقوس الخطر، موسيقى كده ورا وتتتتتت بالفايلين وبتاع. حبيت فكرة البيلد أب بتاع الإثارة في الفيديو، بتوصلك لكونكلوجن في الآخر إنه صحتك هي دي بتجيب لك السعادة مش الإدمان. فبرافو، شكراً لكم. نحن أكيد بانتظار العلامات. سمر، بانتظار العلامة خليني أطرح عليك هالسؤال. خلال أسبوع أنتم بتحضروا صفوف عديدة ومتنوعة، أي صف أكثر واحد أثر فيك واستفدت منه لتحضري لفيديو الليلة ولتحدي الليلة؟ أكثر صف استفدت منه هو صف الإخراج مع أميلة ليلاتي، لأنه بيعلمنا كيف أنه نظبط الفيديو بطريقة تكون حلوة. شكراً لك. خلينا نشوف طلعوا العلامات على 75. شو بتقولي العلامة عالية؟ 61 سمر. ثانك يو. 61، شكراً لك. مع نجوم بلا حدود بيستعيد الإعلام المرئي لجانب الترفيه والتسلية أحد أهم أدواره، وهو المساهمة بالتوعية ضد أبرز الأمراض الاجتماعية ومنها الإدمان، يلي مع تطور مجتمعاتنا تشعب ليشمل أمور كتيرة بخطورة المخدرات. ومن هالمنطلق اجتهد كل المشتركين وبحسب فئاتهم لتقديم صورة واضحة من واقعنا، وكلنا حماس نشوفها ونعرف كيف رح يتم تقييمها من قبل لجنة الحكم. بس بعد الفاصل. نجوم بلا حدود مستمر مباشرة على الهواء، ومع التوعية من الإدمان موضوع تحدي الليلة رح نعرف مين المشتركين رح يكون المنافس الأقوى القادر على تخطي الصعوبات والإنجاز تحت الضغط. تفاصيل أكثر عن المنافسة بتشوفوها باليوميات من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية، وعبر صفحات تلفزيون الآن على فيسبوك تويتر وإنستغرام. وهلأ مع جنان وكيل من سوريا منشوف كيف الشاعر بيقدر يساهم بدوره وبالتوعية من الإدمان على أنواعه. أرجوك ساعدني، أنا لست مغفلة لكن قلبي يحترق
إن أخبرتك بأن هذه النار تؤلم أكثر من الاختناق والغرق والاحتراق، هل ستأتي لتخمد حريقاً أشعله أحدهم في قلبي؟ رمى عود ثقاب وهرب. يقال عندما نكتب فنحن ننتهي من الحب، فأي مصل مضاد تتجرع أنت؟ لماذا الكتابة لم تقتلك في جوفي؟ يضحكني أن يكون الترياق هو أنت. يضحكني أن كل الأطباء لم يكتبوا اسمك في وصفة الدواء، وأن جميعهم فشلوا في عملية استئصالك مني. يعني فعلاً يضرب الحب شو بيزل أوقات جنان، مزبوط؟ هيدا إدمان التعلق العاطفي. فايا، بعدها جنان عم بتقدم صورة مباشرة. مساء الخير جنان. جنان أو جانان؟ جنان. جنان، أوكي. وليش أنا بقول لك جنان؟ نفس الشيء. أوكي. مرة بولا. جنان. عشان فيديوهاتها جنان. جنان قال هلأ. حبيت يعني انت بفئه الشعر اكيد هيك حلو موضوع الادمان العاطفي، بحس اختيار كثير موفق. مباشره انا كنت بحسها مباشره بالفيديوز وهيك، لا يعني عم تصير اقل واقل. انا عندي مثلا بس مشكله صار مع في احيانا جمل بالقصيده نفسها بتكون مثلا شو قلتي بالاول، ارجوك ساعدني انا لست مغفله، يمكن انه مقدمه منيحه للقصيده بحد ذاتها، بس ما بعرف انا هيك يعني انا هيك بحب الشيء اللي لازم نقرا بين السطور او انه كثير يعني هيك نحلل شوي اكثر، بس بشكل عام احسن بكثير كثير من قبل. شكرا فايا. يارا، وصلت لك الرساله من خلال الفيديو اللي شفتيه؟ طبعا الفكره كثير حلوه، مثل يعني مثل ما دائما الكلمات الشعر اللي بتختارهم كتير مؤثرين، وخاصة اللي لفتني إنه هي وعم تحكي أول شيء الشعر صوتها في حزن، في مرض، في اختناق. صحيح، يعني تبين لنا هيدا الشيء. وقد إيه الفكرة حلوة إنه ممكن أوقات يعني الأشخاص اللي كتير بحبوا وكتير مغرومين لدرجة فوق الخيال ممكن يعملوا شيء بحالهم، يعني ما بعرف يمكن ينتحروا يمكن، مزبوط هيدا اللي عم بتفسريه بال لايك أكيد. شكرا لك. وائل، شو المعيار يلي بتاخد عليه جنان علامة كاملة؟ بصي أنا النهاردة بختلف شوية في حتة بالذات الثيم بتاع الإدمان، فأنا أهم معيار عندي النهاردة طبعاً الخمسة مهمين، بس الإمباكت أو التأثير، لأنه في الآخر هي رسالة موجهة لناس ممكن يعني يكون ده مصدر إلهام ليهم. فأنا شايف الإمباكت أو التأثير بتاعك النهاردة قوي جدا، وممكن اختلف شويه في حته نقطه فايا. اوقات الادمان الحب ده محتاج مسج معينه تكون ستريت تو ذا بوينت في وشك، بالذات انه فيديو زي ده هو اصلا فرصه لناس تبعته لبعض. صح. يعني المقهوره ممكن تبعته على الماسنجر او تبعته وات ايفر على الواتساب لحد توصل له الرساله والى اخره. احساسك اختلف تماما عن اي فيديو شفته لك، ما اعرفش ليه، حتى طريقة إلقائك في الشعر بقت ملونة أكتر وحاسين فيها بكسرة. which is perfect. يعني أنا بالنسبة لي ده أكتر مرة تقدمت فيها غير الفيديو بتاع كان إيه بتاع يوم المرأة. شكرا لك وائل، أكيد بانتظار تضعوا العلامة المناسبة لجنان. جنان، مين ساعدك بالفيديو؟ المونتاج كله أنا عملته لوحدي، بس سمر ساعدتني بالتصوير. سمر يعطيكم العافية. لكن مرسي. خلينا نشوف العلامة اللي رح تاخديها جنان على 75 عن فئة الشعر. إذن 62. شكرا. بنشوف ترتيبك مع 62 نقطة بتكوني بالمرتبة الأولى لهلا. شكرا لك. مع زاهد فيلمبان من السعودية بنتعرف على دور الثقافة والعلوم بمحاربة آفة الإدمان. جيري هامستر لطيف واجتماعي ومدمن سابق للطعام، هذه الأيام أصبح يمارس رياضة التسلق يومياً ويحافظ على دايت صحي من الخضروات، ولكنه اليوم في السجن لأنه نسي أن يسدد إيجار القفص.
جيري ليس قلق على السجن أكثر من قلقه على الطعام السيء فيه، لأنه دخل السجن سابقاً بتهمة الشراهة في تناول الطعام. وكما كان يخشى، بعد فترة من الملل والوحدة وعدم الانشغال داخل السجن، رجع جيري لإدمانه القديم الأكل. وبعد انتهاء فترة عقوبته، كان يخشى أن حبه للطعام قد عاد، ولكن في منزله وبين أهله لم يجد الدافع للأكل بشراهة كما كان يتوقع. حكاية الهامستر جيري تجربة واقعية تمت على الفئران والبشر، وتم الاستنتاج منها أن البيئة هي عنصر مهم جدا لحصول الإدمان بغض النظر عن المادة أو العادة التي يدمن عليها. فالخطوة الأولى للتخلص من الإدمان هو بواسطة تغيير المكان. مساء الخير زاهد. مساء النور كامل. أنت تلقى تتحمل، مش هيك رح نبلش مع وائل. اوكي اهلا. ما احنا مش قلنا نهدي الجو يا كارلا ولا ايه؟ لا ما انا عم بهدي اكثر من شو رايك بالفيديو اللي شفته؟ الفيديو في يعني هو حلو جدا، بس انت ممكن تلخبط الناس بفكره القفص والسجن، لان هو اوريدي كان في قفص. فاهم ازاي؟ ايوه فاهم. اوكي، بس هو كان المعنى انه قفص اصغر و تقريبا لحالي. بدون اهل او لحالي. بدون العاب. يس بالضبط. بس ده يعني لو ده ايحاء فانا ما فهمتوش، انه اذا كان القفص اصغر او اكبر. انا شفت انت قفلت عليه النور والى اخره، بس انا شفت انه هو كان في قفص وراح على قفص تاني. فانا بالنسبه لواحد شايف فيديو شفت هو راح عمل ايه وبعدين اكل عيش. انت فاهم قصدي؟ يعني اللي هو الفكره حلوه جدا، وحتى فكره الكوميدي فيها بس ضعت فيها شويه. اولو كرياتيفيتي توصل معاك لفوق قوي، بس يمكن هربت منك سنه يعني. بس انا مقهور انه فكره زي دي ممكن تتفهم غلط او ما حدش يفهمها اخراجيا. يعني يمكن اخراجيه ما ساعدوا الاخراج. برافو عليك يا شكرا كارنا. وائل فايا. وائل حكي عن الابداع، انت شو بتعطي علامه لزاهد عن الابداع؟ على الابداع لا بعطيه علامه منيحه، لانه موضوع يعني المعلومه اللي وصلتها من خلال هالتجربه، طريق يعني التجربه العلميه اللي حكيت عنها كثير مهمه، انه البيئه كثير بتلعب دور اذا واحد بيقدم على الادمان او لا. حبيت انا المسج. انا بصراحه بدي اقول لك كيف يعني بتفق شوي مع وائل، لانه انت كثير تعمقت بتفاصيل التجربه وبالاخير اعطيتنا كونكلوجن هذه المسج، انه كثير بسرعه زي ما انا مثلا كان عندي انه احيانا بتفوت على الامتحان بتكتب 10 صفحات ديتيلد، اخر شيء الحل او هو اهم شيء بتحطه بسطرين لانه خلص الوقت. عرفت كيف؟ انا هيك شوي حسيت انه يا ريت اسمعنا اكثر يعني عن شو اكتشفت التجربه يعني. بس شكرا. ممكن ازود حاجه الفويس اوفر، صوت البنت ما عجبنيش خالص. لانه قلت لك انا بالريهرسلز. لا اقول لك ليه. انا صوتك هقول لك ليه. لانه لما تحط فويس اوفر لازم الفوناتكس تكون مظبوطه في اللغه العربيه الفصحى، يعني القاف قاف مش كاف. فاهم قصدي؟ ايوه. يعني في القفص وكده. فاهم يعني؟ ما شكرا. العفو يارا. شو رايك بقصه جيري؟ هلا نحن بدنا نحكي كفيديو. انا بالنسبه لي بحس انه بدي احضره بعد مره تفهم شوي القصه مزبوط وتفاصيل. بس اللي وصلني من كاول مره عم شوف الفيديو الرساله اللي قالها اخر شيء، انه قد ايه مهم انه يغير بيئته المدمن، لانه هيدا الشيء بياثر عليه اكيد. فهيدا اللي جذبني اكثر شيء. بالضبط. شكرا لك. اكيد بانتظار توضع علاماتكم. زاهد، علميا كمان الحيوانات ممكن تكون ضحيه ادمان معين؟ بلا شك. ايوه، لما حصل او تمت ملاحظه احيانا انه لما يحطوا يعني مجموعه حيوانات مويه عاديه ومويه مخلوط معها سكر او كحول، احيانا عاده الحيوانات تفضل تشرب المويه اللي مخلوطه بالسكر يعني عشان تظبط المزاج. ايه بس هني بحبوا المش منيح كمان. لا يروح يتخانق مع سمر بقى دلوقتي. عفوا، خلي مع سمر عشان هي عملت عن السكر. خلص مش بالفيديو، هي برات الفيديو. خلينا نشوف العلامه يلي وضعوها اعضاء لجنه الحكم على الفيديو. 57 هيدا اقل معدل تحصل عليه بلاي. مش انا ترتيبك. مش انا يا زاهد، والله مش انا.
دوائل. لا ديفايا. لا ديفايا. قاعده بص حط عينيها في البتاع. ده جيري ده جيري. غالبا جيري ويتحبس دلوقتي. ترتيبك يا زاهد. ثالث. شكرا. شكرا لك زاهد. وهلا مع نور إبراهيمي من الجزائر منشوف شو أنواع وأشكال الإدمان يلي بتواجه محبي السفر والمغامرة. نشاركوا قصصنا على السوشيال ميديا أثناء السفر. الغلط أنه يصير عنا إدمان على عدد الإعجابات ونخلوها تكون معيار سعادتنا. مساء الخير. مرحبا. مرحبا يارا. بتأيدي رسالة نور؟ ذكرتني لما نحن نكون مسافرين عن جد هيك منحس انه يلا بدنا نصور هي بدنا نصور هي بدنا. حلو انه نخلي الناس تتشارك معنا بالاشياء اللي عم نشوفها بالبلدان اللي عم منزورها باي شيء عم نعمله. بس اكيد الاشياء الاكثر من حدودها خلص بتصير ما لها معنى وبصير في مزبوط هون ادمان. فكتير حبيت الفكره وكيف مفسرتها بهالطريقه وطريقه التصوير وهالاشياء اللي طلعت وعملت لايك من مهضومه كثير. شكرا يا يارا. وائل، التزمت اليوم نور بنصايحك؟ اخيرا الحمد لله. لا شي واز هيب كده وفي عندك طاقه وحتى كمان الشغل المشغول الجرافيكس بتاعتك متقدمه يعني لدرجه ان انا يعني انت عملتيها لوحدك؟ لوحدي تعلمتها. كلها بجد والله كلها صرت nice. عليها لا لا بس برافو عليكي. ايه الفكره؟ اكيد هي طبعا فكره الفيديو مش اتعملت قبل كده بس التيك بتاعك او الزاويه بتاعتك كانت مضحكه انك حطيتي فيها لمسه مضحكه واشتغلتي فيها جماليات اكيد حلو. كلنا انا بعمل كده، انا بصور كتاب وبعدين لا والله بقراه بس ممكن مثلا اول ما يجي لي اصوره وانه هقرا الكتاب وبعدين ببص ليترلي بالظبط زي ما عملت ببص حط الكتاب كده واخش انام مثلا اتفرج على سيريز. شكرا وائل. فايا انت مثل وائل من الاشخاص يلي ما بيتركوا التليفون من ايدهم خاصه بس سافروا. ليكي انا ممكن صور كثير بس ما بحطهم يعني انا اونلاين. فانا مشان هيك بالاخير فكرت المسج تبعك حتكون انه حلو نصور بس حلو كمان نستمتع باللحظه مش بس غير ادمان عدد اللايكس وهيك يعني حلو كمان احيانا واحد عن جد لانه حلو كيف كنتي عم تصوري فرحانه تحطي الموبايل زعلانه هاي كثير هيك فرجتنا شيء غير مباشر يعني كثير حلو. فانا بصور بس مش كل شيء بحطه بوست يعني بعدين كلهم بينزلوا فجاه يعني ضربه واحده. يعني انت مدمنه؟ لا انه بصور هيك يعني يا شو حلو بس مش انه تضيع وقت لانه يعني بتعرف واحد بيصير راسه. شكرا لكم. اكيد بانتظار توضعوا العلامه المناسبه لنور. نور انت بتعملي ديليت لصوره او فيديو اذا ما اخذوا لايك كثير؟ انا نعمل ديليت ربما الفيديو ولا الصوره مشي الى ما جابوش لايك لكن اذا حسيت انه رساله ربما ما وصلت ولا كان فيها غلط فنعملها ديليت. اها اوكي. يعني بهمك اراء المشاهدين؟ اكيد. وائل مؤخر طلعوا العلامات هيك قالوا لي بالريجي بدهم يخانقوني معك. خلينا نشوف نور قد ايه بتاخذ على 75. 59 يا نور. ثانك يو. وبنشوف ترتيبك 59 اذا لنور وانت بالمرتبه الثالثه. شكرا لك. تحدي نجوم بلا حدود مستمر مباشرة على الهواء وعبر قناة الآن للبث الحي على يوتيوب. بس هلأ فاصل سريع وراجعين.
منرحب من جديد بجمهور نجوم بلا حدود. التوعية من الإدمان موضوع التحدي الليلي، رفع المنافسة بين المشتركين لأعلى مستوى، وبانتظار نشوف باقي المشتركين شو محضرين. بذكركم أنه بتقدروا تعرفوا كل شيء عم بيصير خلف الكواليس بمتابعة اليوميات من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية، وبفولو لصفحات الآن على فيسبوك، تويتر وإنستغرام. وهلا مع نور الدين امين من العراق بنعرف شو كان دور السينما بالتوعيه من مخاطر الادمان لليوم. Requiem for a Dream، فيلم لدارن أرونوفسكي، صور الإدمان بمفاهيمه المختلفة بطريقة واقعية وحقيقية جداً، وشلون الإدمان يدمر حياة الشخص ومن حوله. الفيلم ركز على 4 شخصيات تتحول أحلامهم إلى كوابيس مرعبة. الفيلم قد يكون مزعج لبعض الناس، بس بالنهاية هي هاي حقيقة الإدمان ومن يتبع هذا المسار. مساء الخير نور الدين. مساء النور. قد ايه طولك؟ 1.98 متر. اسم الله، مش قليل. يارا، حبيتي فيديو نور الدين؟ يعني نور الدين عم يحكي عن اخطر ادمان بالعالم، يعني قد ايه نحن عن جد لازم نهتم بالاشخاص اللي حوالينا اللي ممكن يكون في يكون عندهم يعني استعداد لهالادمان هيدا، قد ايه لازم نهتم فيهم، لانه عن جد هيدا الادمان يعني بيوصل للدمار وللموت يمكن كمان، مش يمكن اكيد. كتير مهم جدا انه نحضر هيك افلام توعي يعني لكل الناس، لكل الاشخاص اللي يمكن انا بحضر اكيد هيك فيلم، بس اخر شيء زعجني هيدا المشهد بخوف يعني. هاي المقصودة كان. بس لازم، لا لازم عن جد نحس بهالهزه هيدي، لازم نعرف الحقيقه يعني والنتائج لحتى نوعى اكيد. نور الدين اي لايك. شكرا شكرا. حتى بدي اقول شغله، تفضلي يارا. بدي اقول شغله، حبيت طريقه التصوير. اول شيء يعني هو عم بيحكي بتحسي كثير بيشبه المود، يعني هيك بمطرح الاضاءه هيك خافته شوي، حبيت. شكرا لك. فايا، على شو بتعطي لايك لنور الدين؟ من العناصر الخمسه. نعم. اللي عندنا بعطيها على الجماليات وعلى المحتوى وعلى التاثير اكيد، والباقي شكرا. كمان بس هدول يعني توب. شكرا لك. وائل، شو تقييمك لهالفيديو بالمعايير الخمسة؟ التقييم هو أكيد فيديو حلو، بس ما أعرفش، حسك اتخذت في حتة غير الحتة اللي أنت جاي تعملها أصلاً. يعني أنت جاي تعمل تقييم للأفلام، حلو؟ أنت ما قيمتليش الفيلم، أنت قلت لي فيلم بيتكلم على إيه؟ بما أن إحنا بنتكلم على الإدمان، في 1,000,000 فيلم طبعاً بيتكلم على الإدمان، بس Requiem for a Dream كنت مفروض تدي ريفيو، لأن أنت بتحب الافلام وبتقيم الافلام، صح؟ يس. اخر جزء في الفيديو كان لونجير بالنسبه لي، يعني كنت ممكن تستفيد بيه، تحط انسرتس تقييم او نوع كادرات، او حتى الفيلم ناقش الموضوع ده، قدم حلول ولا لا. هل في افلام تانية كمان بتنصح الناس تتفرج عليها بان هي وصلت الرساله الناس راحت ريهاب او الى اخره؟ وحاسك اتخذت بقيت بتعمل فيديوز اكتر من انت بتقيم افلام، معرفش الحته دي ازاي وصلت لها. هل علشان احنا كل اسبوع بنقول لك فيديوهاتك حلوه، فالمره دي اتخذت لدرجه ان انت بعدت تماما عن الكاتيجوري بتاعتك؟ انا ردت اوصل يعني شيء شوكينج يكون اكثر مما هو ريفيو. حلو الشوكينج، حلو انك تحط انسرتس من فيديوز معينه والى اخره، بس هو الصعب هو دورك انت في الكاتيجوري بتاعتك تدينا حته التقييم كواحد بيحب افلام، تقول لنا نتفرج على ده ولا لا، اخراجيا وسيناريو والى اخره، هل فعلا قدم حلول ولا ما قدمش. شكرا وائل. نحن اكيد بانتظار علاماتكم. نور الدين، ليش هالمره كمان ما تكلمت عن فيلم عربي؟ اعتقد Requiem for a Dream انا اختاريته لان تحدث عن اكثر نوع من الادمان، وبالنسبة لي هو أكثر فيلم صادم ويشوف حقيقة الإدمان وطريق
الإدمان، فلهذا اختاريته. إن شاء الله العلامات تكون قد ما بتتوقع وأكثر. إن شاء الله. طلعوا العلامات رح نشوف على 75 يا نور الدين قد ايه بتحصل على 60، يعني من السكورات العالية اليوم ما عندنا كثير سكورات بالستين كلهم. وترتيبك على الشكل التالي. ثالث، أنت بالمرتبة الثالثة. شكراً لك. مع محمود أشرف من مصر، ناطرين فيديو بيجمع بين التوعية من الإدمان والكوميديا. 3 7 17 19 19 لايك بس يا دكتور، خش حط لي لايك. اهدى اهدى، خلينا نتعرف على بعض. أنا دكتور ممدوح. وأنا وفاء، 35 سنة، مطلقة وأبحث عن التعرف الجيد. كلكم كذابين، محدش بيقول المعلومات الحقيقية عن شخصية. ما تخافش يا ابني، اتكلم معايا بصراحة. اتكلم معاك بصراحة؟ بسرعة تعمل لي سكرين شوت. انت بتعمل ايه؟ قلت له يا دكتور كنت بغير صورة البروفايل. انا مدمن سوشيال ميديا بقالي سنة ونص يا دكتور، من ساعة ما فتحت الفيسبوك وانا حاسس ان الوقت بيضيع. عندك حق يا ابني. هو ده الكلام الصح، ما بتعمليش لايك ليه يا دكتور؟ بسمعك يا ابني كمل. امي بعتت لي ادمن من اكونت اسمه عفيفة بجمال، وحطيت لي كومنت صورة وردة مكتوب عليها صباحك مندي يا تهدي يا تعدي. يا دكتور انت بتعمل سين وما بتردش عليا ليه؟ صباحك مندي، كمل يا ابني كمل. قررت اغير الصنف، رحت اليوتيوب لقيت الصنف مخشوش يا دكتور. طب ازاي يعني؟ شاهد قبل الحذف، سقوط فستان الفنانة لواحد على المسرح. بفتح الفيديو لقيت واحد كاتب لي اتق الله يا اخي العزيز، هذا فعل حرام. انا لازم اروح. محمود يا محمود يا جماعه، المريض بيروح مني، حقنه الواي فاي بسرعه. ازيك محمود؟ تمام الحمد لله. يارا عم تبتسم مبسوطه، بس عم بلش مع فايا. اوكي اوكي فايا، شو رايك بالفيديو اللي شفتي؟ محمود كتير حلو الموضوع، ادمان السوشيال ميديا اليوم يمكن هو اكثر ادمان منتشر يعني بعالمنا. بس انا بالعاده بتضحكني اكثر، ما بعرف ليه، يمكن لانه الموضوع كثير يعني موضوع ادمان السوشيال ميديا كثير عم ينحكى فيه وعم ننكت عليه وهيك، فيمكن ما في شيء فاجئني انه. بس حلوه الفكره انه عن طبيب نفسي وكيف هو عم يعني عم يتجاهلك وهيك، بس كان فيها تتنفس بشوي طريقه احلى يعني. شكرا لك فايا. شكرا يارا، شفتك عم تتبسمي، بتعملي شير لهالفيديو اللي شفتيه؟ هاشتاج محمود اشرف، لايك لايك ريتويت تاج منشن، دي تاج وتيم دي منشن. شكرا. وفي ايه كمان بزياده؟ تركي البلوك لوائل. وائل بيعمل البلوك. البلوك الوائل، شفتي كارلا؟ مره تصالحني ومره ما تصالحنيش، مش عارف انا. لا انه بس انا هيك. لا وبيحكوا على برج الجوزاء. طب شو رايك بالنص يلي شفته؟ بالنص ولا محمود؟ النص محمود، النص بتاعه ذكي يعني، في ذكاء في النص بصراحه، ومع الاصوات اللي هو حاططها ده متماسك يعني كاستراكشر متماسك. و يعني انا اكتر حد ضحكني في الاخر هو لما قال اديني حقنه الواي فاي بسرعه، ودي انت اللي كاتبها اكيد. هيدا اللي كان بدي اقول عنه، انه بالاخر حتى الدكتور هو بالاخر قال له ادوني ايه يعني. ممكن اقول ان ده فيديو سيف بس حلو. يعني ما بيعمل له سيف سيف. بالضبط. شكرا لكم، اكيد بانتظار علامات. محمود، مين اشطر بالتمثيل، عبد الرحمن او نور الدين؟ وكل واحد كان متميز في الدور بتاعه بصراحه، بس انا حسيت ان نور الدين اداني اكتر، ارتجل معايا واشتغل معايا اكتر. هو كان يسال لي محمود اشرف الاشطر بالتمثيل. انا متواضع جدا. اوكي خلينا نشوف علامتك يا محمود. 56. شكرا. وترتيبك بيكون على الشكل التالي. اذا محمود اشرف عن فئه الكوميديا بالمركز الاول بس من تحت. شو محمود؟ شكرا. بعد في مشتركين نحن بانتظار الفيديوز، يمكن تتغير النتيجه. شكرا لك محمود. مع ماريلين توتونجيان من سوريا، بنتعرف على اشكال جديده للادمان دخلت على واقعنا وصارت بنظر البعض لايف ستايل. تخيلوا لو انا كنت مدمنه عمليات تجميل، هيك كان رح يكون شكلي. للاسف هذا حال العديد من البنات، مشان هيك تبعوا هالنصايح لتتجنبوا تكونوا الضحيه. لازم نهتم بصحتنا البدنيه وبشرتنا،
عن طريق ملايين الفيديوهات الموجودين أونلاين اللي بتعلمنا كيف، لأنه لازم بس نلتجئ للتجميل بحالات معينة. الإدمان على الشوبينج أو على الصيحات بيؤدي أنه نضطر نشتري كتير أشياء ما بدنا إياها وما بتلبق لنا. مشان هيك اختاروا الشغلات اللي بتلبق لكم فقط، يعني ما ضروري إذا 100 حدا لبسها معناتها بتلبق لنا. أغلب الوقت الإدمان على عمليات التجميل بيكون بسبب مشاهير أو عالم عم نحاول نتشبه فيهم. دايماً حاولي تكوني النسخة الأفضل عن حالك وما تحاولي تقلدي حدا. الإدمان على أي شيء هو مانو الحل لتعالج مشاكلك النفسية والاجتماعية. لازم تواجهيها لتكوني قوية وتتخطي كل شيء لحتى تحبي حالك. بونسوار مارينين. بونسوار. حلوين حلقاتك. ما عندي. ميرسي. بنبلش مع وائل. اكيد. وائل. كلها حلوة. كلها انا بترك لك الغزل دايما لإليك. بس وائل رح نبلش معك. شو حبيت أكثر؟ المحتوى أو أسلوبها لمارينين؟ لا هو مارينين عندها كاريزما طبعا أكيد في الفيديوز بتاعتها، بس أنا شايف يا مارينين ده أضعف فيديو ليكي لغاية دلوقتي. فكرة الفوتوشوب دي اتعملت 1,000,000 مرة طبعا معروفة. كان مجرد يعني كان مجرد نصايح بتديها في الفيديو مش اكتر ولا اقل. فانا متوقع منك انت بالذات من اكتر المتسابقين اللي بيجيبوها وهي طايرة. صح. شكرا وائل. صح يا يارا. يارا لا مش من شو رأيك؟ شو النصيحة اللي حبيتيها أكثر شيء؟ أنا ضد، لأنه عن جد أوقات بعالم التجميل بصير في إدمان وبصير في غيرة، إنه في يعني اللي هي عم تحكي عنه عن جد بهم كل شخص وكل امرأة، لأنه موجودين عم نشوفهم. يعني أوقات أشخاص مثل ما حطت بالفيديو، أشخاص مشاهير يعني من العالم، ناس مشوهين من عمليات التجميل، لأنه خلص أدمنوا على هذا الشيء، صار فيه إدمان. أنا مع هذا الشيء بالعكس، الفيديو كتير حلو كتير عجبني. عم تبين الصورة أول شيء أنه كيف إذا بتغير بحالها كيف بتصير، وإذا كانت على طبيعتها، والمساج بالآخر اللي قالتها أنه قد ما بتحبي حالك وقد ايه بتكوني أنت على طبيعتك. أنا مع عمليات التجميل ضمن تحسين مثل ما بنعرف، بس أنه أكتر من هيك بيصيروا إدمان. أنا I like this video. شكراً يارا. فايا، وين عم بتشوفي في تقدم وتطور بشغلة لمارينين؟ صراحة أنا اليوم بدي أحكي بس عن يعني الجماليات، أو كنتي عم تسألي لوائل وأسلوب مارينين. أنا بحب فيديوهاتك كتير، بس أسلوبك دائماً هاي بتحكي كلمة كلمة، بحس فيها شوي يعني اندر استيميشن للذكاء الشخص اللي عم يشوفك. بحس بتحكي كثير هيك انه ايه بتستخفي بي، يعني ما بعرف هيك حسيت عم المسج مباشره اكثر ما هي قصدك. إيه لا لا بس حتى طريقه لحتى تحبي حالك، ما بعرف ليه نفرت منها هالمره. يعني سوري كنت عم تساليني على التقدم، بس كنت لازم اقول هالملاحظه. كمان انا مثل وائل بتفق مع وائل اكثر من يارا. ما بعرف، لانه يعني توقعتك تحكي شيء انه انت لايف ستايل، اكيد حتحكي شيء يعني يا عمليات التجميل، يا على الفلترز على السوشيال ميديا، يا على الشوبينج. بس انه هلا صرنا نحن بمرحله من البروجرام انه مش انه شو تقول كيف تقوليها وبده يكون الفيديو واو. فانت من اول اسبوع صح بتحكي انه حبي حالك مثل ما انت، كوني حقيقيه بي ريل. بس يعني ما وصلني هاي فكره لانه قد ايه الادمان خطير، يعني مع انه حاولت كثير، بس ما بعرف كان في شيء ناقص. بلا قالت انه التشوه يعني بجوة. بس كثير انحكى عنا يعني كثير. بس اللايف ستايل شو ممكن تحكي؟ كثير كثير شفنا يعني هذا النوع من انه كيف توصلي، فانه انا متوقع شيء جديد. لا علشان يعني مارينين هي على طول في المقدمه وفي الافكار بر الصندوق، فعلشان كده حتى لو قدمت حاجه ممكن تكون يعني انا حتى بالنسبه لي ده زي ما قلت لك انه ده اضعف واحد من كل ال يعني احنا عارفين فيه المحتوى. وصلت الرساله فهمنا. ثاني مره ساعملي له انفجار. ايه علشان انا رح ساعدها بالفيديو المره الجايه. هي بس رساله لوائل ولفايا. يلا كمان. انا ما كثير بحب المواضيع السلبيه، فهذا الموضوع كان اكثر موضوع ما بدي احكي عنه، لانه انا دائما بفكر العالم المراهقات او البنات اللي ما هم متوجهين ما بدي فتح عيونهم على البشاعة، فبحب دائما نكون إيجابية، فهذا الموضوع كان هيك شوي مضايقني لما أحكي عنه. أنت لشيء منيح، بالعكس عم تنصحي نصايح لشيء منيح، لأنه هيدا شغلتك أنت اللي بتحبيه.
نحن أكيد بانتظار وتوضعوا العلامة المناسبة لماريلين. ماريلين، مين من أهلك موجود معنا الليلة وعم بيشجعك؟ أمي حبيبة قلبي. بونسوار. أمك أو أختك؟ أمي. لا هي أختي الصغيرة حبيبة. الله يخلي لك إياها. خلينا نشوف العلامات ماريلين. خمسة وخمسين ماريلين، منشوف ترتيبك. بالمرتبة السابعة. شكرا لك. مكملين مع نجوم بلا حدود وأجواء التحدي، بس بعد الفاصل انطرونا. مستمر مع نجوم بلا حدود، بس قبل اسمحوا لي اقول الف مبروك ليارا على اغنيتك الخليجيه الجديده. ميرسي. مبروك. يعني بالرغم من كل انشغالاتك حريصه دائما انه تقدمي الجديد لجمهورك. صحيح. شو بتخبرينا عن هالاغنيه؟ صحيح، هالاغنيه صدرت مؤخرا، اسمها ليكون من جدك، كلمات سمو الامير محمد بن عبد العزيز بن محمد والحان المحب وتوزيع هشام السكران. انا سعيده جدا فيها. وبدي اقول شغلي. تفضلي. بدي اقول لكل الفانز اكيد ولكل اللي عم بيشوفونا انه الاسبوع الجاي رح اقدمها على المسرح لاول مره، على مسرح نجوم بلا حدود. فانطرونا. شو هالمفاجاه الحلوه. خير، هاي شغلة حلوة. انطرونا انطرونا أكيد الأسبوع المقبل بنجوم بلا حدود. شكرا لك يا يارا وألف مبروك. ميرسي كارلا. ميرسي. وهلأ عودة للتحدي مع راشد المتاعب من السعودية وعن فئة الفن والتصميم. معقول الليلة كمان يقنع لجنة الحكم ويسجل للمرة الثانية 75 على 75؟ شو هالراشد؟ مساء الخير راشد. اهلا وسهلا. بداية اف كلمتين اهلا وسهلا. بداية مع يارا، بيستحق راشد علامة كاملة على الفيديو اللي شفتيه؟ أول شيء راشد أكيد بيستحق، أكيد بيستحق من زمان ولبعدين دايما، بس ما بعرف ليه حسيته عم يحكي عن حاله بهيدا الفيديو ولا لا؟ طبعا. قد إيه أنت بتحب الرسم والتصميم صح؟ لانه هذا اكثر شيء انا احبه. ايه عم تحكي عن حالك طبعًا. يعني قد ايه انت بتهتم بصحتك لانه في اشياء كيميكلز عم بتشمها وعم تتعرض لها؟ لا ولا لا طبعا انا البس الماسك، بس انه البان الموضوع عن الادمان حاولت اوصل الفكره انه المضره ريحه البخاخات وهذه الاشياء. ايه انت بتلبس يعني بتهتم بصحتك بهيدا الشيء صح؟ اي صح. خليته يحكي. ايه بسحب الكلمة منه. يعني الفكرة وصلت لي. أنا كنت عم بسأله إذا الفكرة وصلت لي إنه مزبوط عم يحكي عن حاله قد إيه هو مدمن أنا فيديو راشد أكيد. شكرا لك يارا. وائل، شو رأيك بفكرة راشد ضمن التحدي الليلي؟ ضمن التحدي هي ماشية مع التحدي، لكن لكن وألف لكن. جماليات تحفة طبعا، الألوان لما ترمي اي الوان في اي حته طبعا اكيد دي للعين حلوه، بس انا فكرتي في انه الفيديو اذا الناس شافته بعد كده اون سوشيال ميديا هل هيعرفوا ان دي رساله للادمان ولا لا؟ يعني هي الفكره انه الفيديو ده عايش بعد البرنامج صح؟ وهتشيره انت اوريدي على السوشيال ميديا بتاعتك. تشيره؟
هتشيروا يعني تعملوا شير تسيبوا تشيروا بيكتبوا تحته تلاقيكوا برضه وان يو سكرول لما تعمل سكرول وانا هشوف الفيديو بتاعك ده هل ده هيلهمني انا كواحد مدمن او وات ايفر عايز اوصل رساله ممكن في التحدي النهارده فهمناها بس بعد كده لو حد شاف الفيديو كده لوحده هيفهمها بس ده ما يمنعش انه الفيديو طبعا عبقري شكرا وائل فايا على اي معيار بياخد علامه عاليه راشد مساء الخير راشد بتخيل اعلى شيء على الجماليات يعني مثل ما قال وائل الوان بالصوره كيف انت السلو موشن انت وعم ترمي يعني كله كان كثير حلو جمالي شكرا لكم اكيد بانتظار توضعوا العلامه المناسبه لراشد راشد يعني من بعد ما اخذت علامه كامله وكنت بالمرتبه الاولى قد ايه هذا الشيء حطك بضغط انه تقدم اليوم فيديو غير شكل بالتحدي طبعا اي فيديو قبل ما اقدمه انا لازم احب الفيديو قبل ما اقدمه عشان يحبونه ويوصل لهم اكثر ان شاء الله يكونوا اعضاء لجنه الحكم حبوا الفيديو اللي قدمته الليله خلينا نشوف قد ايه رح تاخذ على 75 يا راشد ايوه 61 من السكورات العاليه لانه الاكثريه بال 60 خلينا نشوف ترتيبك راشد انت بالمرتبه الثالثه منيح مبروك راشد شكرا لك بين اسم المشترك اللي رح يكون بدائره الخطر لحديت هلا لان احنا بعدنا بانتظار مشترك اخير ماريلين توتونجيان بالمنطقه الخطر لهلا ومع مرور عبد الرحمن الحريري من سوريا بصير الاسم الثاني المعرض للوقوف بمنطقه الخطر معروف بس قبل خلينا نشوف شو انواع الادمان يلي بتهدد الرياضيين في سن ال 15 وصل وزني لفوق ال 110 كيلو، من بعدها بطلت قيس وزني لاني كرهت المرحله اللي تركت حالي اوصلها، صرت انزل على النادي اتمرن، وهنيك تعرفت على عالم المنشطات اللي بتجي على هيئه حبوب او ابر، كانوا ياخذوها كثير في النادي عشان يكبروا عضلاتهم يخسروا وزن بسرعه. كان مغري جدا اني اخذ لانه بدي بدل جسمي بفتره قصيره. لكن لما بحثت عن موضوع المنشطات ولقيت إنها بتسبب الإدمان بسبب تأثيرها الكبير على النفسية بدلت رأيي والإدمان عليها له آثار سلبية كبيرة تبدأ من زيادة حب الشباب في الظهر والوش حتى سرطان الكبد وأورام في الكلى ولقيت إنه الكثير من مدمنين المنشطات بيعانوا من مشكلة تضخم عضلة القلب اللي ممكن تؤدي إلى ذبحة قلبية بدي اياكم تعرفوا انه كتير عالم قدرت تبدل جسمها بدون استخدام المنشطات وانا واحد منهم لا تاخذ الطريق السريع لانه ممكن يؤدي لموتك مساء الخير عبد الرحمن مساء الورد بدايه مع وائل شو رايك بمحتوى الفيديو اللي شفته عبد الرحمن انت الفيديو النهارده بيتكلم على الادمان بس انا somehow حسيته هي قصه حياتك مع الجيم صح مزبوط. مزبوط. هي قصة واقعية هي قصة واقعية انه الستيرويدز كتير عالم تدمن عليها وكان ممكن اني انا اكون واحد من هدول الاشخاص اللي يدمن على شيء بالضبط هو ده شوية ممكن يكون ضيع الامباكت بتاع الفيديو من اصل الناس بتريليت مع حاجات اللي هي حقيقة حصلت مع شخص انت ما عملتش ستيرويدز وكان بيفور ان افتر بس انا الحاجه الوحيده اللي في الفيديو اللي ما حسيتهاش المراجع الريفرنسز بتاعتك يعني دلوقتي اذا انت بتقابل يعني بتبقى ابيلينج للناس اللي هم الصغيرين الجينيريشن الصغير كنت لازم تحط فيديوز لناس دلوقتي مش لناس من الثمانينات لابسين يعني بس ارنولد شوارزنيجر من اهم الاشخاص يعني ماشي بس دلوقتي في 2018 هيقول لك لازار وهيقول لك مش عارف مين وهيقول لك ناس كتير قوي بجرامي ومش عارف مين هو ده الريفرنسز بتاعتهم اللي هم شايفينهم دلوقتي في الساحه فايتس ابيلينج لما تشوف حاجه زي دي حتى بتجيب ممكن شير اكتر بتجيب فيوز اكتر بس لما تحط واحد ارنولد من ايام الستينات ولا حد من ايام الثمانينات مش بتلعب قوي فاهم شكرا وائل شكرا يارا حكي عن قصه واقعيه عبد الرحمن قد ايه اثر فيك الفيديو كفكرة كتير أثرت فيه لأنه هيدا من الواقع اللي عم نشوفه وقديم نسمع بأنه رياضيين صار فيه يعني حالة وفاة مع كتير رياضيين بس حسيت أنه التنفيذ ممكن يكون بعد أحسن من هيك
بس كفكرة أكيد مؤثرة، بس تنفيذ أنا بالنسبة لك ممكن يكون أحسن. شكرا يارا. فايا، شو رأيك بالجماليات يلي شفتيها بالفيديو؟ مساء الخير عبد الرحمن. مساء الورد. كيفك؟ تمام. الحمد لله على سلامتك. حتى بدنا نقول الجماليات يمكن بالنسبة إلي هي من أضعف المعايير، يعني الخمسة. حسيت بس أنه حلوة فكرة حتى أنك رحت شوي على الشخصي personal هيدا، بس ما بعرف في شيء كان أنه كان ممكن تتنفذ بطريقة أحلى، يعني تعملنا شوك وأنه واو، عرفت كيف أنه هدول الكلمات اللي هيك أنه واو منشوفهم لما بيتنفذ جمالياً، يمكن كان الفيديو ناقصه شيء هيك حسيت. شكراً. أنا شكراً. أكيد بانتظار علاماتكم. عبد الرحمن، مين ساعدك أنه تخسر وزنك؟ جزء كبير من تحول جسمي أخي إبراهيم، أخي اللي أكبر مني، كان دائماً يشوفني عم باكل سكر وعم خرب حالي وعم going somewhere يعني very bad، فهو كان دائماً ينصحني لأنه بيحبني. هو رياضي؟ هو رياضي إيه، بس من بعد ما تجوز فقد الأمل. هو أصلاً بس يتجوز مجبور يدمن على مرته، وإلا ساعتها بتصير حياته أيوة جحيم، بروح للهلاك ساعتها. بعد كده عبد الرحمن، بعد كده ابقى حاول تطلع في الفيديوز أكتر. حاضر. عفوا وائل، بقول له بعد كده حاول تطلع في الفيديوز أكتر، عاوزين زي الفيديوز اللي قبل اللي يور سواتينج ان ذا جيم، فاهم قصدي؟ خلينا نشوف العلامات على 75. مش انا بدي اقول 42. ترتيبك تعمل عملتها وبتقول انا مش انا في المرتبة التاسعة. Thank you. شكراً لك. المشتركين الاثنين يلي حصلوا على أقل معدل علامات بتحدي هالأسبوع هني ماريلين وعبد الرحمن. إذن ماريلين وعبد الرحمن حالياً بمنطقة الخطر وبحاجة لدعمكم وتصويتكم عبر فيسبوك، والمشترك الرابح بنسبة التصويت الأعلى من الجمهور رح يربح فرصة تانية للاستمرار بالمنافسة، والتاني للأسف بغدرنا الليلة. التصويت ابتدى، لتدعموا المشترك المفضل عندكم روحوا بأسرع ما فيكم لصفحة الآن على فيسبوك وصوته هلأ، ومنتذكر سوا كيف كان مرول ماريلين وعبد الرحمن ضمن تحدي الليلة التوعية من مخاطر الإدمان. بسن ال 15 وصل وزني لفوق ال 110 كيلو، من بعدها بطلت قيس وزني لاني كرهت المرحله اللي تركت حالي اوصلها، صرت انزل على النادي اتمرن، وهنيك تعرفت على عالم المنشطات اللي بتجي على هيئه حبوب او ابر، كانوا ياخذوها كتير في النادي عشان يكبروا عضلاتهم يخسروا وزن بسرعه. كان مغري جدا اني اخذ، لانه بدي بدل جسمي بفتره قصيره، لكن لما بحثت عن موضوع المنشطات ولقيت إنها بتسبب الإدمان بسبب تأثيرها الكبير على النفسية، بدلت رأيي، والإدمان عليها له آثار سلبية كبيرة، تبدأ من زيادة حب الشباب في الظهر والوش حتى سرطان الكبد وأورام في الكلى. ولقيت إنه الكثير من مدمنين المنشطات بيعانوا من مشكلة تضخم عضلة القلب اللي ممكن تؤدي إلى ذبحة قلبية. بدي اياكم تعرفوا انه كتير عالم قدرت تبدل جسمها بدون استخدام المنشطات، وانا واحد منهم. لا تاخذ الطريق السريع لانه ممكن يؤدي لموتك. تخيلوا لو انا كنت مدمنة عمليات تجميل، هيك كان رح يكون شكلي. للأسف هذا حال العديد من البنات، مشان هيك تبعوا هالنصايح لتتجنبوا تكونوا الضحية. لازم نهتم بصحتنا البدنية وبشرتنا عن طريق ملايين الفيديوهات الموجودين أونلاين اللي بتعلمنا كيف، لأنه لازم بس نلتجئ للتجميل بحالات معينة. الإدمان على الشوبينج أو على الصيحات بيؤدي أنه نضطر نشتري كتير أشياء ما بدنا إياها وما بتلبق لنا. مشان هيك اختاروا الشغلات اللي بتلبق لكم فقط، يعني ما ضروري إذا 100 حدا لبسها معناتها بتلبق لنا. أغلب الوقت الإدمان على عمليات التجميل بيكون بسبب مشاهير أو عالم عم نحاول نتشبه فيهم. دائماً حاولي تكوني النسخة الأفضل عن حالك وما تحاولي تقلدي حدا. الإدمان على أي شيء هو مانو الحل لتعالجي مشاكلك النفسية والاجتماعية. لازم تواجهيها لتكوني قوية وتتخطي كل شيء لحتى تحبي حالك.
عبد الرحمن وماريلين حاليا بمنطقة الخطر وبحاجة لتصويتكم. بطلب منكم تروحوا هلا وتفتحوا صفحة تلفزيون الآن على فيسبوك وتصوتوا للمشترك اللي بدكم تشوفوه بالحلقة الجاية. فاصل ورجعين. من جديد بجمهور نجوم بلا حدود وتلفزيون الآن. كل أخبار المشتركين والتحديات بتشوفوها باليوميات من الأحد للخميس الساعة 10 بتوقيت السعودية، وبفولو لصفحات الآن على فيسبوك تويتر وإنستغرام. وهلأ منرجع للمشتركين الواقفين بمنطقة الخطر ومنسمع شو طلبوا من الجمهور بهالتقرير. أنا ماريلين توتونجيان عن فئة لايف ستايل أم بيوتي، حالياً أنا بمرحلة الخطر. أملي بإني أوصل لحلمي كتير كبير، لحتى أنا أوصل للحلم أنتو الأمل. صوتولي لحتى أكمل بالبرنامج. لو بتحبوني ساعدوني وصوتولي. أنا بحبكن. أنا عبد الرحمن، مشترك عن فئة الرياضة، وأنا حالياً بمرحلة الخطر ومحتاجكم تصوتولي. تركت كتير أشياء مشان شارك بهيدا البرنامج، مثل شغلي. كل يوم أنا موجود فيه بهيدا البرنامج عم أتعلم أشياء جديدة من الأساتذة، فأنا محتاج أني أضل بهيدا البرنامج ومحتاجكم تصوتوا لي. بين المراتب الأولى والوقوف بمنطقة الخطر فرق علامات كتير بسيط، ولهيك مع كل تحدي جديد المنافسة صارت أصعب والخوف عم بيصير أكبر، وأمل كل مشترك أنه يكون قدر يقنع الجمهور بموهبته أسلوبه وأفكاره ليدعمه ويصوت له بلحظة الحسم. وهلأ رح يكون عندي سؤال موحد ليارا، فايا ووائل، مين المشترك يلي رح تعملوا له فولو أول ما يخلص البرنامج؟ بداية مع يارا. كلهم، لأن كل الفئات بتهمنا، سبور بهمنا، جمال بهمنا. مشترك واحد. واحد هلأ، إذا هلأ أنا بحب السبور وبحب الاهتم بشكل، إنه صعب. أنت ما بتعمل سبور؟ بلا. طب وأنا بعمل سبور، هلأ بيزعل من الترينر. طب ما تنقي سبور، نقي غير شيء. طب شو بدي كل طبخ. ولا الطبخ، تتنقي الطبخ. شكراً يارا. فايا، بدك تكوني دبلوماسيه مثل يارا. والله العظيم انا اللي عم يطلع وعم بعمل لهم فولو، لانه عم نحط صور سوا وهيك، فوالله اوريدي عامله فولو لكذا حدا. يعني ما شو كذب عليك، يعني انت اللي مين بتعملي فولو؟ ها لا وائل. طب فايا، في بعد حدا ما عملتي له فولو؟ رح روح هلا اعمل لهم فولو كلهم هيك، بس لانك سالتينا هالسؤال. بس كرمال هيك دائما رح اسالكم هيك اسئله. شو وائل، مين المشترك يلي بتعمل له فولو اول ما يخلص البرنامج؟ انا متامله فيك انه تقول الحقيقه، لانه انت قد ما كانت الحقيقه قاسيه بتقولها. بصراحه يعني مطلقه، اكيد طبعا ممكن اعمل فولو لزاهد. يا سلام على فيزياء. عبد الرحمن وسمر، سوري عم الويلنس، فئه الويلنس وفئه شو صاروا اوريدي. انا عامل فولو لماريلين، يبقى هم ثلاثه كلهم خلاص لهلا. عامل لثلاثه فولو، او بعمل ثلاثه فولو. هو اللي بدك تعمل لهم فولو. صراحه سؤالك صعب. بعرف. لا احنا بنعمل فولو عم نعمل فولو للمشتركين زي ما فايا قالت على البتاع ده، بس انا لما البرنامج يخلص انا اوريدي عملت فولو لماريلين، هعمل لسمر وزاهد. زاهد هو الوحيد وهو ونور عن فئه السفر. لا نور الدين. هما الاثنين كانوا بيقولوا زي مصطلح بيقولوا اندر دوجز او الدارك هورس. كيف تطلع فيني انا مترجمه؟ عشان مصطلحات غريبه عجيبه بيجيبها. لا مراجع اللغه الانجليزيه مع بعض. انا ما فهمت عليك. الدارك هورس يعني الحصان الاسود. انت فاهمه؟ هما الاثنين كانوا طالعين، اللي هو انا عمال اقول دول ماشيين اكيد. انه راهن على اول اسبوع نور وبعديها زاهد، بعدين فجاه هما الاثنين مسيطرين على ال. شكرا لك وائل. وسمر بكره فاكره سمر في الاول التحدي. ثواني وبيتوقف التصويت وبنعرف مين المشترك او المشتركه يلي انقذوا الجمهور ورجعوا للمنافسه.
ومين المشترك يلي للأسف بغادرنا الليلة. ماريلين عن فئة لايف ستايل أول مرة بتكون موجودة بدائرة الخطر. البسمة ما بتفارق وجهها لماريلين. عبد الرحمن هيدا تاني وقوف لإلك بمنطقة الخطر. عبد الرحمن من سوريا وماريلين من سوريا. عبد الرحمن عن فئة الرياضة. تنشوف الجمهور لمين رح يعطي صوته الليلة، للرياضة أو لللايف ستايل. التصويت توقف، النتائج صارت جاهزة. هيدي اللحظة صراحة صعبة علي مش عليكم. المشترك يلي أنقذوا تصويت الجمهور من منطقة الخطر هو عبد الرحمن الحريري. ألف مبروك لإلك ماريلين، نتمنى لك كل التوفيق. شعلة المنافسة مستمرة بقوة وبلا حدود. نلتقي من جديد بنفس التوقيت ومباشرة على الهواء عبر شاشة التلفزيون الآن مع المواهب الثمان الباقية. التحديات الجاية أكيد رح تكون حماسية لأقصى حد، وكل واحد منهم مستعد لأي مفاجأة وعنده الإصرار ليستمر بتحقيق حلمه بالوصول لمكانة مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي والفوز بلقب النجم يلي تخطى كل الحدود. تصبحوا على خير. Thank you.